السلام عليكم. والله الواحد زهقان، النفسية محتاجة حنطور حمطور ده هنعمل بيه ايه ده؟ متحنطر. يا ريت والله على الاقل الواحد يشم شويه هوا. مين اللي متحنطرش؟ انا ما اتحنطرتش من زمان قوي والله. الواحد ساكت بس معبي وساكت. هتحنطريني يا منى؟ ينزل يتحنطر. طب هتحنطر وجاي انا او حد يمشي؟ انا عليا اجيب النونو وانت عليك تعمل مفعوله. والله ايه انا عليا اعمل حلاوه وانت عليك تعمل شقاوه. والله ايه هو الكلام ده؟ ما يصحش والله. الله ايه الله ايه، قلت هتجيب النون وانا اعمل ايه؟ وانت عليك تعمل مفعوله. والله إيه؟ والله إيه؟ على الله حشت عيوني فقلت اوريك. وريني يا بنت الله يكرمك. القطعه الثالثه الرابعه اللي كانت معانا في اللايف كانت هي الطقم اللي من تحت ده. طبعا هو اوفر قوي ان انا اطلع لكم بيه من غير الروب. اوفر ايه بقى يا جماعه؟ انتوا بتستهبلوا ولا بتستعبطوا فيها ولا ايه؟ احنا غربه يا بنتي، انت لو عريانه نغطيكي. الف سلامه. نعم. ليه السفاله؟ ما تشوفي مين عندك دلق ميه واحنا لو وقعناكي. مين دلق ميه هنا يا ولود الكلب؟ ايوه مين اللي وقع ماما يا ولود الكلب يا جزر؟ حد عايز يتحنطر؟ ده احنا هنتحنطر حنطر. اه ده احنا هنبول. ايه؟ عاوز اخدك شبشبين على وشك. عايز اخدك شبشبين على وشك. ايه السمع ايه؟ هنا وهنا. وصلت ولا هتستهبلي فيها ولا ايه؟ وليه يا عم ابراهيم عايز تعمل كده؟ هكون سعيد جدا. اديله وشك يا بنت ما تفكريش، واحنا يهمنا ايه غير يكون عم ابراهيم سعيد جدا؟ بضاني بضاني بضاني. انا سامع بس مش عارف اقول لك مالهم يعني ولا اقول لك ايه. بضاني بضاني الكبسه ما تتعملش غير بلحمه ضاني. انا قلت كده قلت كده، اصل ما تنفعش بالشمبري ابدا، هتحس ان طعمها مختلف كده. يلا بينا يا شباب نشرب كوكاكولا. يلا. لا كوكاكولا ما حدش يشربها، كوكاكولا لغسيل الحمام فقط. الحمام؟ انت حاطط الحمام جنبك يا ابني، انت شربت نص الازاز. ما بشربش اقسم بالله، الكلام ده بجيبه بغسل بيه الحمام. ليه ما تجيب صابون سائل يا قرار؟ والله حلو وبيعمل غياب. محدش يشرب تاني كوكاكولا ولا بيبسي. حاضر انا متهيألي ان انت الراعي الرسمي بتاع كوكاكولا وبيبسي. وانا نازله على السلم انا وجوزي، الكلب بتاع الجاره اللي تحتيه فضل ينط على جوزي ويلحس فيه ويهز ديله، وكان فرحان جدا بمقابلتي. هو يعرفه؟ قلت له الكلب ده يعرفك؟ قال لي لا. قلت له قريبك؟ قال لي لا. ولا حتى صديقه على تويتر؟ تفتكروا في ايه؟ في حاجة بين الكلب وجوزي ولا في حاجة بين جوزي وصاحبة بس بلاش ظن في الناس، أكيد بين جوزك والكلب. أي خدمة، دين الكلب فأسك يا بيه. أنا بقول لكم اللي فات مات. طب يا سيدي الباقي في حياتك، تعيش وتفتكر. بلاش بالقسطة هتحبه. لا فأنا ما بحبش غير السلع على عندي. هو شباشب شكله وبيجري على أقصى سرعة. هو لما حاجة حلوة تاكل حاجة حلوة يعملوا قفلة زي الكهرباء. لا بيعملوا كرش وفخاد وحاجات غريبة كده ويجيبوا السكر. عطس المحبة اندل. لا إله إلا الله، الحمد لله ما كانش فيه لحمة. كان كله شعرية. أهو ده الزعل، أنت عارفة الشعرية بكام دلوقتي يا صفاء؟ الله يخرب بيتك. النفسي منه ارتوي. ترتوي؟ ما أنت كل يوم بتروهولنا صفاء وإحنا بناكل غيره. ده عطس ليك في القلب بدل الدليل 100، بتدفي برد الروح والشوربة فيك غير. طب ما فحل بصل بقى؟ والله تلاقي نفسك كلت رغيفين ثلاثة كده، زرفت الأكل كله وأنت مش حاسة. تعتس لو زرتني أنا كنت من فرحتي ألفت أغنية. الله الله، خلصت الندوة الشعرية بتاعتك يا هانم، خلاص تمام كده، هنتعشى إيه بقى في ليلة الطين دي؟ مالك؟ زعلان ليه؟ تقول لي عدس المحبة أنت؟ لأ، عارفة ده معناه إيه يا هانم؟ معناه إن إحنا مش هنتعشى. أنا زهقت من الولية دي وتسأليني زعلان ليه؟ أنا عارفاها مفيش غيرها منكد عليك. عنيت والله. أنا مش قلت لك لما تبقى زعلان تدخل تكلمني؟ يعني هتعشيني؟ هتجيب لنا حلة عدس بدل الدلق ولا حاجة؟ أكلمك أعمل بيك إيه؟ اتكل على الله. أنا هجيب لك ست ست ست. أنا كرهت الصنف خلاص، لو جبت لي نتس عجرم أنا خلاص مبقاش مني رجع. بقول لك إيه؟ ما تخليش بقى العشم ياخدك لبعيد عشان مش هتلاقي مواصلات وأنت راجع. يبقى أحسن لك يا ابني، بات بره وأنت الكسبان. كان وخاب على الطلاق ملك أمان. معنى كلمة خان ومعنى كلمة كام يعني لا أمن الأمن. إيه اللي أنت عاملاه في وشك ده؟ حلو حلو جميل أوي، ده تاتوز. أنا بسأل مجرد سؤال. لو يا بنت الشمس هتاكلني مش قادرة. أنا قادرة والله، الدكتور من الصبح قاعدة في المحاضرة ومش عارفة نتحرك. قاعدة تتكلم بالإنجليزي وطولتم ياما بتقول يا ولية. والله ما انتوا نافعين، والله كتكوا البلائي والبلاء، هاتوا لي السلعه. احنا نشرفك، خوش لا تحكي على صفيه. اني صفيه انثى خصبا عليك وعلى امثالك، اني شايفه هوايه من اشكالك. مو عبالك اني متاثره، بس قلت اضحك عليك. قلت خلي اسوي لي فيديو اضحك عليه. يلا تشاو. ده كده عظمه قوي.
ده كده عظمة قوي. سلام. التيك توك مش هتقدر تغمض عينيك. هو انت لسه شفت حاجة؟